مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه لشوف تي في. الحزن يخيم على تونس بعد وفاه استاذه والطفل ديالها اللي كيبلغ من العمر 4 سنوات من بعد معغرق يعني المركب ديالهم اللي كانوا فيه رفقه نساء واطفال بالبحر الابيض التونسي، بحيث تم توثيق هذه الواقعه من خلال فيديو ومن بعد تم الاعلان فيما بعد يعني عن غرق القارب ووفاه جميع العائلات اللي كانت تريد الوصول الى اوروبا. صحيفة تايمز البريطانية أكدت على أن الهجرة غير الشرعية بتونس بلغت أرقام قياسية، وما بقاش الحريق يعني مقتصر على الأفراد خاصة الرجال والشباب منهم، بل تعداه ليصل العائلات بكامل أفرادها من بينهم موظفون وأطر في الوظيفة العمومية، بحيث تخيم على الأوضاع بتونس أزمة اقتصادية صعبة وصلت حد غياب المحروقات بمحطات الوقود. وأكد التقرير على أن تصاعد الأسعار بشكل مخيف وغياب الثقة الكاملة في النظام السياسي بعد مجيء قيس سعيد وتضييقه أيضا على الحقوق وقوت التونسيين. ولا حديث بين العائلات بتونس سوى عن موعد الهجرة والرحيل عن البلد الذي يبدو أنه غادي يغرق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة إذا استمرت سياسة قيس سعيد. وقال الصحفي توم كينغتون الذي قام بإعداد تقرير صحيفة تايمز البريطانية نقلا عن أحد المهربين بقوارب الموت على أن الأمور سيئة للغاية. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.